هذه جمعيه جدول صيانه المخطوطات والمرور الثقافي هذه الاغاني مشاركه مع ناديه الامكان مهتم بالثقافه الحسنانيه. هذه الجمعيه تشارك بالجانب المتعلق بالثقافه العالميه اللي هو تاريخ الحضاره والعلماء. تأبت مؤسسه الحسن الثاني على الاحتفاء باعمال التلاميذ وذلك من اجل الارتقاء بجوده التعليم، وفي هذا النطاق نظمنا نادي الاسره اللي كنديروا فيه مجموعه من الاعمال يدويه مثل كما كتشاهدوا هنا الرسم على الزجاج، الرسم على الثوب، السيراميك، ذلك في اطار ماده التربيه الاسريه التي تهتم بالمراهق وحياته اليوميه وحياته الاسريه، حيث ان الاهتمام ديال الماده واهتمامي بالاساس هو تشجيع التلميذ على تنميه مواهبه. كذلك في خلال هذه الانشطه المزاويه كي التلميذ كيفرغ النشاطات الزائده وكيحسن من وضعيته التعليميه، كذلك كيتعلم على مهارات يدويه جديده. هدف تاسيس هذا النادي هو اولا كسب الارتقاء بالتلميذ، تعزيز الثقه بنفسه، كذلك العمل في داخل الجماعات. في هذا النادي تعلمت بزاف ديال الحوايج، منهم الرسم على الثوب والرسم على الزجاج والصباغه، وبنادم كيكتشف المسؤوليات والثقه بالنفس والتحمل ديال الامانه. وكذلك تعلمت بزاف ديال الحوايج منهم، كنكتشف بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفاهم.